موت ابوك راجع من الشغل مش طايق نفسه. بالراحه بالراحه. في ايه اللي منك ليه يا بابا؟ عايزه اكمل فزوره شيرين. ايوه يا ماما، كل اصحابي عندهم فيديو وانا لا. احنا مش هنجيب فيديو. بس يا بنت منك ليه؟ بقول لك بس اخلص فيديو ايه؟ انت عايزين نسرق؟ انا اهو خلاص على فكره الكلام، معيش فلوس. اقول لكم فيديو منين؟ ادخلوا ذاكروا، ادخلوا ذاكروا، ادخلي. ما تربيتك انت لو عرفت تربي كنت ربيتيهم. فيديو قال خلاص؟ خلصتوا عياط؟ بتقولوا يا بنات يعني كل الناس عندها فيديو؟ لا مش كل الناس عندها فيديو. مش انتوا بتشوفوا ناس بتركب عربيات كبيرة؟ وناس بتركب عربيات صغيرة؟ وفي ناس بتركب اتوبيس؟ كمان في ناس بتسرق؟ وفي ناس ما بتعرفش تسرق؟ اللي بيسرق بيروح النار، واللي ما بيسرقش بيروح الجنة. عايزين نسرق عشان نجيب لكم فيديو؟ يا عايزين نروح النار؟ ها؟ ها يا ابتهال؟ ها يا دعاء؟ أنا ما بعرفش أسرق، ما بعرفش أسرق. ما فيش حاجة، بس بدينا شوية. مفيش حاجة يا بابا، إن شاء الله يا بابا كله كويس، أكيد كله يا بابا كويس. بس يا بنت مفيش حاجة، مفيش حاجة خلاص، خلص أبوك حاجة. مش عايزك تعيطي، عينيك تبكي، عينيك تبكي، بس طيب.